السلام عليكم بنات، ندخل مباشرة في موضوع جدي. كما كتشوفوا من السرجم ديال المنزل ديالي، كتبان لونطوغوت بان ما كاينش المواصلات. هذه 5 ايام وحنايا محبوسين في الدار، ما كنخرجوا ما والو، غير للضروره للطبيب او لا باش نشريو الصخره ديالنا. ما كاين لا مدارس لا الخدمه لا والو، كلشي جلس من الخدمه. هانتوما كتشوفوا راه نورمالمون هذه لوطوغوت كتكون مطرطقه. اش غادي نقول لكم، ها هو الطريق خاويه 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 خاويه، يعني بحال اللي تقولوا الترانسبور بوبليك راه خدام غير 50%، يعني ما كيفوتوش 10 الناس في الطوبيس او لا 5 الناس في الطوبيس. يعني الحاله اش غادي نقول لكم، راه حنا في واحد الصراحه ما رحناش مصدقينها تماما باننا رحنا امام واحد الوباء قوي وصعيب. ودرت هذا الفيديو انا والاخت ديالي، مشاركه بالاخت ديالي حتى هي غادي تقدم النداء ديالها في الاخير فيديو، باش نشجعوكم تجلسوا في الديور ديالكم عافاكم، لان الامر راه جدي ويقيس العائلات ديالنا ولادنا، ونحافظوا على ولادنا. وهانتوما راه كنوريكم بعض المقتطفات ديال الصور. هذا النهار فاش مشيت نتقدى، يعني نهار الجمعه في العشيه، لان دخلني البانيك، قالوا لي راه ما كاينش المدارس، ومشيت نتقدى لان ما كانش عندي والو في الثلاجه. وهانتوما كتشوفوا لي فريغو خاويين خاويين كيصفروا، غير المسائل اللي ما كنستعملهاش انا، هادو اللحوم والدجاج. واخا هكداك حنا انا ما كنستعملهمش، ولكن المجمد كان خاوي كيصفر. هذا الشارع اش غادي نقول لكم، تقولوا رحنا في الديسيرتو، مساله كتخوف الصراحه. وهانتوما الصور، ها ميركادونا كي بقات. وانا راني هنا في البيت ديال بنتي، هانتوما دونك هما راهم كيخدموا من المنازل ديالهم، كدير التمارين ديالها على حسب على حسب الجدول. انا راني معلقاتو لها هنايا دابا اليوم الثلاث، عندها ساعتين ديال الرياضيات، ساعتين ديال الرياضيات، من بعد الجغرافية، لونجلي، موسيقى، او ايموسيونيس. هذا جدول دايرتو لها، يعني على حساب دايرين ايام الاسبوع، دايرين فاش كتخدم، فاش كدير الواجبات ديالها وكتكومبورطا بيان. عندها هنايا بريميوس، يا اما هي كراها كتجمع الفلوس للصيف، يا اما في الويكاند واحد ميلك شيك، ولا اكل في شي بلاصه ماكدونالد ولا في ايكيا ولا السيني ولا بيسينا في كانديلاريا. دونك هنايا كان بريميوها على حسب هي اللي اختارت. وبغيت نهضر لكم البنات، هانتوما راه البيت ديالها راه مرون مرون مرون. المهم ما علينا، دابا ما رحناش في النظام، وهذا كنقيلو النهار كامل، دونك الجميع غنساوه. دونك هي جابت هنا الادوات ديالها، جابت الادوات ديالها كاملين، ناقصينها غير شي وحدي. ولكن في المدرسه داروا لنا واحد البلوك وطلعوا لنا التمارين. دونك شنو درنا حنا، جبدنا واحد كاربيطا ودرنا هنا على حسب لي دات. دونك غنبدا لكم ب 17 في الشهر، فينا هو 18 18 18، ها هو 2. دونك 2 هنا عندنا 2 كيمشيو على حسب الجدول. 2 كان لينغوا كاستيانا، لونغلي، المات، والعلوم الطبيعيه، وادوكاسيون فيزيكا. دونك جبدنا كلشي التمارين امبريناهم، ها هما غادي نحاول نجيبهم لكم. هذا امبريمينا هنايا الرياضيات، ها هي دارتها. وهنا الناتوراليست، هي شافت واحد فيديو درناه لها في التلفازه، شافتو على حساب التلفازه ولا لورديناتور كتشوفوا الفيديو، وكيعطيوكم التمارين اسئله وانتم خصكم تجاوبوا على حسب اللي فهمتوا من الفيديو. هذه اللغه كان عندها تيست دارتو، طبيعة الحال فاش ما كتفهمش شي حاجه خصنا نعاونوها نشرحوا ليها، لان كنديروا دور الاستاذ في المنزل. كانوا عندها بريفات كونترول وفيهم هاد كاع هادو. وهذا الانجليزيه، الانجليزيه درنا واحد اونلاين، وهذا امبريمينا.
كنتبعوا حنا النصائح اللي كاين اللي حاطين هما في البلوك ديال المدرسه. دونك اليوم الثلاث، اليوم الثلاث دون ديستا لا بلانيفيكاسيون ديال مارتس نور استا. اليوم الثلاث ها هو الثلاث، عندنا عندها الرياضيات سوسيال انجليز، كنتبعوا كلشي هاد البرامج اللي راهم دايرين ديال كل نهار حتى نهار الجمعه، وهذا ابار لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير ديال الموسيقى حتى هما داروا لنا نفس الطريقه. وهذه كانت بين قوسين كنت بغيت نوريها لكم، باش لان راه نهار كامل وحنا في الدار دابا، من نهار الجمعه وحنا ما كنخرجوش، الجمعه والسبت والحد والاثنين، اليوم راه ثلاث، راه خمس ايام، كتعرفوا شنو هي خمس ايام وحنا غير في الدار، ما كتخرج ما ك... حتى على برا حتى السياره ما قاديش نخرجوا نوضوا الموتور نحركوه شويه ونشوفوا غير نشموا الهواء. ولكن قال لك سيدي راه دابا دايرين علينا الحظر، غادي يعلقوا بروسي الى الواحد خرج. المهم هذه بين قوسين كنت بغيت نقولها لكم، دونك رحنا كنتعلموا كيفاش نجلسوا في الدار، نتعلم اوني اون تران دابروندغ، راه ماشي حاجه سهله، راه صعيبه وخاصه فاش يكون عندك الدراري، يعني راه خصهم غير يلعبوا، هما ما فاهمينش الوضع، هما تحابهم راهم في عطله، وكنعيا ونشرحوا راه ماشي عطله، راه سي ان كاد اورجونس، راه كاينه ابيديمي، راه كاين مرض، الا خرجنا غادي نلقطوه، دونك خصنا نتعاونوا بين افراد العائله ديالنا باش نتجاوزوا هذه المحنه. ودابا هادو التمارين ديال الرياضيات، لان اليوم الثلاث عندها ساعتين ديال الرياضيات، خصها دير كاع هاد الصفحه ديال كومبريفو مي كونغريسو مي بروغريسو عفوا، خصها دير هاد التمارين لان دارت البعض منهم، باقي لها هذا الواحد وجوج وسبعه، وهي كديرهم في الدفتر ديالها بشويه بشويه. اللي ما كتفهموش خصني نشرحوا ليها، خصني نشرحوا ليها ونعاونها بطبيعه الحال، لان ما غاديش تفهم كلشي بوحدها، خصنا نشرحوا ليها نعاونوها، لان الاستاذ راه ما كاينش، حنا غادي نديرو دور الاستاذ. وبغيت نصور لكم حتى الزوج ديالي راه حتى هو كيقوم بالعمل ديالو، ها نتوما شوفوا الدار راه روينه روينه، يعني الراديو راه كيدير البرنامج ديالو كيديرو من الدار، ها نتوما لا ميسا دي ميسكلا لا اونيداد موبيل، هذا هو البروغرام اللي كيكونيكتي بيه مع الخدمه ديالو، ها هو انتما كنوريه لكم، او هذا البروغرام في البورتاتيل ديالو باش يدير البرنامج ديالو، ها هو الحياه غادي تستمر، لان خصنا نفكروا في الحلول، ما غاديش نبقاو محبوسين في الدار وما نديروا حتى حاجه. شوفوا الدار ما غاديش ما ها انتما كنوريها لكم كيما راها، علاش؟ لان دابا رحنا النهار كامل وحنا في الدار، ها نتوما بنتي كتلعب، القشاوات كلشي محطوط كلشي مليوح، المهم ما علينا، بشويه بشويه الواحد تنتجاوزوا هذه المحنه، ما نقنطوش، نخليو ولادنا يديروا يلعبوا في الدار، ما نحبسوهم ما والو، راه ديجا راهم محبوسين مساكن، نزيدو حتى في الدار لا ما ترونش ما ديرش. السلام عليكم خوتي المغاربه، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كل شي بنا بألف خير وعلى خير، ويكونوا جميع الأمة المسلمة بألف خير وعلى خير. اليوم كنعيشوا واحد الأنفة اللي هي خطيرة جدا، واحد كنعيشوا مع واحد الوباء اللي كينتشر بسهولة، وانتشر بسهولة في أقطار جميع أقطار العالم، ما فلتت حتى شي دولة منه. هذا الفيروس هو فيروس كورونا اللي كنعرفوه كلنا، كل واحد منا كيعرف الفيروس كورونا وكيعرف منين كيجي وكيدير يتنقل الانسان ومدى خطوره ديالو. في الاول كانوا الناس كيبارطاجيو دي فيديو كنا كنتخدينو كنكته كنضحكو، وهذا يعني ما كناش واخدين الامر بجديه، لكن بعد ما بقينا كنشوفو الدول الكبرى الدول العظمى كما نقولو حنايا كيموتو فيها الالاف ديال الناس، تما دخلتنا الخلعه كما يقولو، عرفنا بان هذا موضوع صحيح، وهذا ما في ما معاش الضحك والملاغه، لان ماشي في هذا مع الموت اللي كنبقاو نضحكوا، ما نضحكوش على الموت، لان هذا كان حنا كنغمروا بالارواح ديالنا والارواح ديال المواطنين ديالنا. خوتي المغاربه، اللي بغيت نقول لكم اليوم هو انكم تبعوا
على الكلام اللي كتقولوا الدوله ديالنا، نتبعوا على الكلام المسؤولين اللي كيقولوا لنا، ونتبعوا كلام الاطباء كذلك، ومثال ما نضربوش عرض الحائط. دابا الحمد لله في القناه، في جميع القنوات كتبت مجموعه من المفاهيم والشروحات لهذا الفيروس، وكتعطينا الحلول، وكتعطينا ماشي الحلول وانما كتعطينا كيفاش نقيو نفسنا منه، يعني الوقايه من الاصابه به. اذا خوتي ما كاينش شي وقايه احسن من المكوث في البيوت. ما حدينا كنجلس في الدار ديالي وانا كنحمي راسي وكنحمي الغير من الاصابه. خوتي المغاربه جلسوا في ديوركم، خواتاتي المغربيات جلسوا في ديوركم، ارجوكم ثم ارجوكم جلسوا في ديوركم. لا داعي انكم تخرجوا كل وقت او تخلي ولادكم كيلعبوا برا. الحمد لله راه داروا لهم الدروس عبر التلفازه وعبر القنوات ديال الانترنت. اذا تما يتبعوا الدروس ديالهم، وكاين هناك مجموعه من الاساتذه اللي كتقوم بمجهودات جباره، والسلطات كتقوم بمجهودات جباره، والصحه كذلك ومثال كتقوم بمجهودات جباره. اذا حتى حنا خصنا نقوموا بالمجهودات ديالنا، اللي هي غير نجلسوا في ديورنا، غير نجلسوا في ديورنا، ما نخرجوش ننشروا الوباء اكثر فاكثر بسرعه فائقه. دابا حنا وصلنا ل 48 حاله اخوتي، هذا راه ما معاهش اللعب، هذا الفيروس، هذا راه الموت بعينه، هذا راه الموت كتمشى على رجليها بيناتنا، كتمشى بيناتنا وكتسرب لكل افراد من الافراد الوطن ديالنا بسهوله. خوتي المغاربه خذوا الامر بجديه، خذوا الامر بجديه، ولا تلقوا انفسكم للتهلكه، ما تلقيوش انفسكم للتهلكه، هذا راه حرام في الدين انكم تلقيو انفسكم للتهلكه وتلقيو انفس الاخرين للتهلكه ايضا ومثالا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. خذوا الحيطه والحذر، خذوا الموضوع بجديه، خذوا هذا الموضوع بجديه وجلسوا في ديوركم، الله يجازيكم بخير. ما بغيناش يزيدوا الارقام يطلعوا نتاع الاصابات، ما بغيناش الارقام يكونوا كبيره ديال الوفيات. الله يجازيكم بخير، حنا المستشفيات ديالنا غير قادره باش انها تكفل العدد كبير من المصابين. الله يجازيكم بخير خوتي المغاربه. الا ما سمعوا هذا النداء ديالي، سمعوا هذه المنادات ديالي، سمعوا ليها، الله يجازيكم بخير، سمعوا هذا الميساج، جلسوا في ديوركم، كلنا نتحدوا ونضامنوا ونجلسوا في ديورنا. اللي بغى يدي يقدم شي مساعده للجيران ديالو او لا شي حد ما قادش يتسخر، يمشي هو يتسخر بلاصتو، وما تسخروش بكثره. الله يجازيكم بخير، راه السوق كاين والصيدليات مفتوحه، تبقى مفتوحه، اذا والدكاكين غيبقاو مفتوحين، اذا الخضره غتكون في الاسواق، اذا لا داعي للهلع، ما تنشروش الخوف بيناتنا. جزاكم الله خيرا الا ما تنشروش الخوف بيناتنا، ما تنشروش الهلع بين الناس، ما تبقاوش تتغداو اكثر من التقديه المعتاده ديالكم. راه السوق ما يتبلعش، راه الخضره ما تقطعش، راه الادويه ما غاديش تقطع. الله يجازيكم بخير الا ما خذوا الحيطه والحذر وجلسوا في ديوركم، ما تحاولوش تزيدوا تنشروا اكثر فاكثر لهذا الوباء، ما تساعدوش على انتشاره بسهوله. الله يجازيكم بخير، اقيوا نفسكم، اقيوا حتى غيركم. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، انا كنطلبكم وكنشدكم الا ما تجلسوا في ديوركم، نجلسوا في ديورنا ونصنطوا لعظامنا كما يقولوا. ما نمشي عند حد وما نسلم على حد، ومحيت نخرج ندير كل شيء الوقايه ديالي، ومحيت نرجع للدار كذلك مثال ندير الوقايه ديالي قبل ما نحدث اي حاجه من المنزل ديالي. هذه نصيحه من الاخت ديالكم، من مواطنه بحالها بحالكم، تعيشوا حتى هي المحنه، تاي تحت تاثير الصدمه، والحمد لله غادي نتجاوزوا هذه المحنه، وغادي نتجاوزوا الا بقينا درنا يد في يد، وتضامنا وتازرنا وتوحدنا وجلسنا وسمعنا الكلام وسمعنا النصائح ديال الاطباء. كونوا على يقين اننا غنتغلبوا على هذه الافه، غنتغلبوا على هذا الميكروب، غنتغلبوا على هذا الفيروس، غنتغلبوا على هذا المدار، على هذا على هذا على هذا المرض ان شاء الله وباذنه. شويه ديال التقوى، شويه ديال الايمان في القلب، زياده الى الوقايه. الوقايه خير من العلاج، راه وصى بها حتى الدين ديالنا، الوقايه خير من العلاج. علينا بالنظافه، علينا نسمعوا النصائح ديال الاطباء، نصائح اصحاب الميدان اللي عارفين شنو كاين. ما تبقاوش ديروا كل واحد يبقى يدير المفهوم ديالو يجيبو من راسو ويقدمو لعباد الله. الله يجازيكم بخير، كل واحد عنده شي رؤيه يحتفظ بها لراسو، اللي يقدر يديرها الا قد يدير شي يمد يد المساعده لاخوه المسلم يمدها ليه، اما انه يبقى يفسي عليه الرياي ديالو فلا،
فلا ثم لا، راه كاينين مسؤولين اللي مختصين بهذا المجال، كاين حنايا ما علينا غير نقولوا الكلمه ديالنا ونزيدوا ننشروا، نسمعوا ونسمعوا المسؤولين شنو كيقولوا، نطبقوا التعاليم ديالهم ونجلسوا في ديورنا بالدرجه الاولى. الجلوس في المكوت في البيوت هو الحمايه الوحيده لينا، هو المفر من هذا الداء الرهيب، هذا الداء القاتل. الله يجزيكم بخير اخوتي المغاربه الى نسمعوا هذا النداء ديالي. راني راه انا كنهضر معكم وقلبي كيتالم حيت كنسمع وشت في التلفازه داك العدد اللي وصلنا ليه، كنا غير في 7 دابا وصلنا ل 49 ولا 48 لست متاكده. اذا كفانا الله يجازيكم بخير، جلسوا في ديوركم، الصخره ما غاديش تقطع من الاسواق، غير بلاتي علينا، غير خدموا العقل، استفدوا من الدول الاخرى اللي راها في دمار شامل، استفدوا من دوك الدول اللي مسكينه مساكن ماتوا الالاف الناس المواطنين ديالها. الله يجازيكم بخير، ما نديروش بحالها، ما يغلبش علينا الانانيه والجشع، ما تغلبش علينا الانانيه والجسد الجشع. نجلسوا في ديورنا وناكلوا داكشي اللي قسم لنا الله بشويه 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 حتى يفرج الله، وان شاء الله من حيث يفرج الله ديك الساعه نخرجوا نتساراو ونعيطوا الحباب ونديروا الاجتماعات والتجمعات ونعرضوا العائله ونفرحوا ونشطوا. اما دابا فهي حاله طوارئ، فهي حاله صعبه، حاله حرجه. اذا ما علينا غير نتبعوا التعاليم اللي كتقال لنا ونجلسوا في ديورنا، هذا هو الخير اللي غنديروا في راسنا وفي الغير. يلا خوتي مع السلامه.